Inhaf. سيب عزيزة النهاردة يا خالد. ليه؟ سيب عزيزة. ليه؟ عزيزة. تعالي يا عزيزة. تعالي تعالي تعالي. هتفهم في الخلق امتى؟ انت مش شايف؟ ايه؟ حالتها تعبانة، خد لها دكتور. دكتور؟ ايوه. هوديك لدكتور ويكتب لك على حديد وزرنيخ، عندك حق، لونها مخطوف شوية. والله يا أخي أنت لونك مخطوف مش الفرسة. جواد يا أستاذ عادل. انت واقف ليه؟ بخشيش. بخشيش ايه؟ انت منشار. ما تدروش بخشيش بس. ده من سرايا. ما اسمهاش سرايا. اسمها ملكة جمال العالم. الله. ريحته حب. واخبارها ايه؟ جايه مصر قريب. والله بنت حلال. كويس اللي عندها وقت تكتب لك. على كل حال احنا عرفناها وهي بنت بسيطة. عاوز اديلك هديه من الاثار بتاعتنا. هتديني ايه؟ الهرم ولا بالهول؟ لا، هديلك حاجه اهم. هديلك الحظ. الجعران ده خليه دايما معاكي، هيجيبلك الحظ. عارفه؟ طول ما هو معاكي مش هيحصلك حاجه وحشه ابدا. متشكره. فاكر يا خلف الجعران اللي انا اديته لها هديه؟ ايه ماله؟ بعته؟ بعته ايه؟
دي معتقده ان هو اللي جدها الحظ. حظ حظ، ما انا عندي 120,000 جعران في البيت، اللي ما فيه جعران واحد بس جاب لي الحظ. ايه اللي طلع الحصان ده بره؟ ايه؟ روح الحق اوان. طيب انت ايه اللي خرجك بره دلوقتي؟ اركب الهواء. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ايه ده؟ مش عايزين في ايه؟ يلا يا ساتر يا ساتر. عم سيد اهلا يا سلمى. صباح الخير يا عادل. صباح النور. عمي كان عندنا امبارح. انهي عم فيهم؟ والدك المحترم. وايه الغريب فيها دي؟ علشان يحددوا ميعاد جوازنا. جوازنا؟ كده اهو من غير ما ياخدوا راينا؟ وانت ازاي توافق؟ الله، وانت سالتني رايي؟ طب اديني بسالك اهو، ايه رايك؟ طبعا موافقه. طب انا مش موافق. سلوى. افندم. في حاجة عايز اقولها لك. عارفاها. احنا ولاد عم واخوات، ما نصلحش نكون زوجين. من فضلك اتكلم عن نفسك. انت ممكن تكوني احسن زوجة في العالم. متشكرة. انا لسه مشواري طويل. نمشي سوا. هتتعبي. تعبك راحة. انت مش عايزة تفهمي ليه؟ انت ازاي تتصور اني اقبل اتجوزك؟ ايوه انا عارفه انك مشغول بواحده تانية. بداتي تفهميني. عن اذنك. هو لعب عيال؟ انتوا مخطوبين لبعض والناس كلها عارفه، هو عاوز يصغرني في البلد؟ ده ما بيحبنيش يا عم. مش مهم، انا عايز اديكي درس يا بنتي. الراجل بيعجب بالست اللي تصمم انها تتجوزه. أنا مصممة أتجوزه غصب عنه وعن اللي خلفوه كمان. عليك نور. أهلا بط. عادل تعالى. خد عادل تعالى. رايح فين؟ نازل البلد. بلد عندك زوار النهاردة. خدهم أنت يا أخي، اشتغل شوية. طالبينك بالاسم. مش هشتغل النهاردة، شوفوا لكم حد غيري. شخص شديد الأهمية. إن شاء الله يكون إمبراطور. ملكة جمال العالم تصل على الطائرة إلى القاهرة. سرايا؟ هي سرايا بقى لها ساعتين في مصر. نازله فين؟ نازله فين؟ هتنزل فين يعني؟ في كلود بي؟ نازله في شيراتون طبعا. ايه؟ تعالى رايح فين؟ تعالى مجنون! هتروح شيراتون يا سيدي. سيبيني ارتاح شوية. انتي في وزارة السياحة؟ اه.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. هي مسابقه ملكات جمال للعالم دي بيتقدم صحيح انا رفيعه شويه، انما يمكن تصيب معايا. انا كمان عاوز اسالك سؤال. اتفضلي. لما بعت الغراف من بيروت يوصل مصر امتى؟ لما تبقي ترجعي بيروت ان شاء الله بالسلامه. عادل. ازيك يا سرية؟ مش برضو سرية؟ ولا اقولك يا مولادي؟ لا سرية بس. مين دول؟ دول الرعية. اي ملكة لازم يبقى ليها رعية. ازيك يا عادل؟ ازيك انت يا سرية؟ الله، الشمس عندكو جميلة قوي. كل حاجة بقت جميلة من ساعة ما انت جيتي. تلغرافي وصل؟ وصل بس متأخر، ولفيت اوتيلات البلد كلها. فعلا هما كانوا حاجزين لي في الشيراتون، لكن انا طلبت انزل في عمر الخيام. يا ترى الحصان بتاعي لسه موجود وبيستناكي؟ عنبر، يا ترى لسه فاكرني؟ طبعا فاكرك، ده ليل ونهار بيفكر فيكي. هو قالك؟ من غير ما يقول، بس انا فاهمه كويس. تصوري انه فكر يستقيل وما يشتغلش في السياحه بعد كده. امال يشتغل فين؟ يجري في السبق، يجر عربيه خضار. بقى الحصان الجميل ده يجر عربية خضار؟ ما انت سافرت قبل كده، عملت ايه؟ دول كانوا 3 اشهر صيف بس، انا عايز ادخل معهد. الكلام ده انا سمعته كتير وقلت لك رايي. انتم بتكذبكم الحياه في اوروبا، وارض بلدنا مفيش احسن منها في الدنيا. انا مش مختلف مع حضرتك. اخلص لما اكمل كلامي. سعيد ابن عمك كان طول عمره بيحلم بالبحر، عمل ايه؟ ولا حاجه. ضاع. سعيد ما ضاعش. اخلص. هو فين ابن عم؟ حد يعرف عنه حاجة؟ حد يعرف أخباره؟ سعيد بقى قبطان قد الدنيا. قبطان؟ إزاي؟ سعيد اللي طلعناه من الترعة غرقان أكتر من مرة؟ مش كان عيل صغير وقتها؟ أهو قاعد يكافح ويدرس لحد ما خد شهادة أعالي البحار دلوقتي. أنا قلت لأ، يعني لأ، هتعيش هنا وهتتجوز بنت عمك، فاهم؟ فضل. على فكره ما تنسيش عندك بكره الصبح زياره للمتحف، وبعد الظهر انترفيو في التلفزيون. كويس اللي فكرتيني، انت سكرتيره هايله. خلاص خديني معاكي على الاقل اشوف اوروبا. تعرفي لغات؟ لبلب 3 لغات، وقال كاتب عربي وفرنكي. عاوز الحق، انا خدت عليكي وما اقدرش استغنى عنك. الحمد لله، من نجم حضر حاجتي. صباح على خير. ازاي الهرم؟ اهو زي ما انت شايفاه، لسه في مكانه. وازاي ابو الهول؟ ساكت، لكن بيتهيألي لو شافك هيتكلم. اهو ابو الهول شافني وما اتكلمش. لا اتكلم. طب بيقول ايه؟ بيقول ايه الحلاوه دي كلها؟ هتقعدي كتير في بيروت؟ اسبوع، بعد كده عندي دعوة ازور لندن وباريس واسطنبول. بالحق. ايه؟ انا جايبه لك حاجة، الجعران. الهدية عندنا ما تتردش. انا خلاص حققت كل اللي بتمناه. خليه معاك، انت محتاج له اكتر مني دلوقتي. امرك. ايه؟ انت هتمشي دلوقتي؟ عندي مؤتمر صحفي في الاوتيل. وبعد المؤتمر حفلة استقبال. لازم تروحيها؟ طبعا، انا لخبطت لهم كل البرنامج اللي كان متوضب لي، وانت السبب. كمان لازم انام بدري عشان مسافر اسكندرية.
مش قادر اتصور ابدا انك هتسافري وتسيبيني غصب عني، مرتبطه بمواعيد. عادل، في حاجه لازم تعرفها. خير؟ انا مخطوبه وهتجوز بعد شهرين. تعرفيه من زمان؟ شفته مرتين. وبيحبك؟ قدم لي شبكه تمنها 10,000 جنيه استرليني. بتحبيه؟ تصور الخاتم فيه فص زمرد، يعتبر الوحيد من نوعه في العالم. وهيتجوزك لانك ثريا ولا عشان انت ملكه جمال الكون؟ وعنده شركة طيران كمان. ويا ترى عنده فلوس كتير؟ حوالي 100 مليون دولار. 100 مليون دولار؟ على فكرة يا سرية، الدولار اليومين دول سعره نزل قوي. بخبر خطوبتي؟ لا ابدا، انا عارف ان المسافة بيني وبين القمر طويلة، وكمان ما عنديش 100 مليون دولار. حاجة واحدة بس اللي اقدر اعملها. ايه هي؟ ان اخد القمر وانزل بيه المية. بكرة تنسي مصر باللي فيها. ارجوك يا عادل ما تقوليش الكلام ده، انا مش ممكن انسى الايام دي. يا عادل، المية مليون دولار ينسوا الواحد اسمه. عادل، انا مسافرة بكرة. بكرة بسرعة كده؟ لازم اكون في بيروت بكرة. هوصلك المطار. لا، ما احبش الوداع. هتبعتيلي جوابات؟ لا. تتضايقي لو بعتلك؟ لا، هتضايق لو ما بعتليش، بس ارجوك ما تبعتش. ثريا، انا مش فاهمك يا ثريا. عادل، تعال وصلني بكره المطار وبعتلي كل يوم جواب. يا حبيبي يا عادل. مكاتب وكتبنا كتير وقليل، لا سأل عنا ولا جانا، لا سأل عنا ولا جانا، نرسل للمراسي. جوابات ملي واحلف لي وما تجيني جواب، واحلف لي وما تروح له جواب. جواباتي بعدها له
في الحب والقبال، وسألته ازاي حال، لا رد ولا سأل، ومراسيل مراسيل، وبعتنا المراسيل مكاتيب مكاتيب، وكتبنا كتير وقليل، لا سأل عنا ولا جانا، لا سأل عنا ولا جانا، نرسل بالمراسيل. لسه في حضني، واجيبه منين اجيبه منين، وصوته لسه في ودني لسه في ودني، وهو فين هو فين، اخد قلبي وروحي معاه. وفاتلي عيوني تستنى، لما يشوف يترجى يترجى يترجى. طمنونا 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 عليكم يا حبايبنا، طمنونا طمنونا، نيجي لكم ولا تقولنا يا حبايبنا، طمنونا عليكم يا حبايبنا، نجيلك ولا تقولنا يا حبايب. ومراسيل مراسيل، وبعتنا المراسيل مكاتيب مكاتيب، وكتبنا كتير وقليل، لا سأل عنا ولا جانا، لا سأل عنا ولا جانا، نرسال بالمراسيل. انا هتجوز بعد 10 ايام. ايه؟ الف مبروك، يا ما انت كريم يا رب. كاتب الكتاب والدخل هيبقوا في ليله واحده. احسن، برافو عليكي، اهو كده. هاتي حسابها. انا كنت واثقه انك هتفرح لما تسمع الخبر ده. افرح؟ ده اجمل خبر سمعته في حياتي، ده انا هرقص لك ليله فرحك. لا لا لا، مفيش داعي، منظر وحش قوي لما العريس يرقص في ليله فرحه. عريس؟ ما تحملش هم ترتيبات الفرح، انا رتبت كل شيء. باي باي. باي باي، دي مؤامرة. انتوا متفقين على حاجة؟ الاتفاق ده من 20 سنة. انا مش هتجوز سلو. اخرس، هتتجوزها غصب عنك. انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. احنا حددنا يوم الفرح. ابقوا دوروا عليا. ولد، انت عارف تقليد البلد والعيلة. انا بحذرك، حضرتك مش عاوز تشوف مصلحتي. انت اللي مش عارف فين مصلحتك. فضل روح رضى عروستك، مع السلامة. ايه؟ عايزك بس تعالى. ايه؟ تعالى معايا. ايه؟ عادل، ايه؟ سوريا عملت حادثه في جبل لبنان. وعرفت ازاي؟ الجرايد كلها كاتباها. الجرايد كاتباها؟ حد اتعور؟ 2 بس من اللي معاها. وهي كويسه؟ موجوده دلوقتي في المستشفى. في المستشفى. اكسكيوز مي 5 مينيت بليز. ايه ده؟ في ايه؟ فرحي يا عادل. فرح مين؟ فرحي. تاني؟ اخسى عليك، تاني بعد الشر عليا. دي اول مرة اتجوز، مش هتروح تحضر نفسك وتلبس؟ زمان المعازيم جايين. عندك حق، ما دام المعازيم جايين يبقى لازم اروح البس. عن اذنك. ايه
عمي عمي السلام عليكم عمي. فين الولد عادل؟ ما لقيتوش يا عمي، دورت عليه في كل حته في البلد. لازم سافر الاقصر ولا ابو سمبل مع جروب سياحي. سالت في مكتب السياحه. قالوا لك ايه؟ قالوا لي انه واخد اجازه طويله بدون مرتب. لازم عملها. ايه انتحر؟ اخلص، عايز تموته؟ جاتك ده يا لما تاخدك. متاسف. اخلص، يبقى عملها وسافر وراها، غور من قدام وشي. حاضر. تعال هنا. حاضر. حضر نفسك للسفر على اول طياره لبنان، واوعى ترجع الا بيه، والا قسما عظما لا تخك عيارة خلص عليك. بس انا كنت عايز غور من وشي. حاضر. انا مش ممكن اتفضح قدام اهل البلد. يا عم انا كنت عايز اقول اخلص. قول له مين يا فندم؟ قول له عادل. حاضر. عادل مين يا فندم؟ الله، عادل ابن عمه. وقول له يبطل حركات يا اخي. ده ابن عمك يا فندم، قبول حضرتك بطل حركات. حركات؟ انا ماليش ابن عم قليل ادب بالشكل ده، خليه يتفضل. انا اسف يا فندم، يظهر اني غلطت في المركب. قبطان مين اللي انت عايزه؟ سعيد المنزلاوي. سعيد المنزلاوي موجود، موجود، بس مكتب سعادته تحت، وصله يا كابتن. حاضر يا فندم، اتفضل. اتفضل. اهو بطل سعيد. بطل سعيد. عادل اهلا، جاي لك. عادل اهلا يا عادل، اهلا يا حبيبي، اهلا، وحشني وحيدة. اهلا 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 بالحضن. اختني يا راجل. اهلا اهلا اهلا، او زي ما انت شايف لازم اعمل كل حاجة بايدي، مش عارف اشغل حد على المركب دي. اهلا بالحضن يا رجل. تعال 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 تعال. كنت عايزني اجيب السنين دي كلها وارجع اقول لكم ايه؟ اقول لكم اني فشلت ولسه بشتغل مساعد ميكانيكي. مش عيب. العيب انك تطلع كذاب قدام العيله. انا ما ضرتش حد بكذبي، لكن بتعود نفسك انك تعمل الوهم وتعيش فيه. كلنا بنعمل الوهم ونعيش فيه. تقدر تقول لي انت جاي ورا ملك الجمال العالم ليه؟ عشان متوهم انها بتحبك. انا جاي اسال عليها. تسال عليها دي الحجه، وكمان جاي اشوف مستقبلي. يبقى وصلنا لمربط الفرس. انت متوهم انك هتكون شيء تاني، هتكون حاجه كبيره. انا كمان عندي نفس الشعور. لكن انت بطريقتك دي ممكن تتحول لنصاب في الاخر. لا يا سعيد، احنا كلنا بنحبك وفرحانين بيك في اي شكل وباي بدله. لازم تقول الحقيقه. اديك شفت الحقيقه. عندك حق يا علا. وانت بقى مسافر بيروت عشان تنقص حياتها وتديها جوران؟ ايوه. يعني لو كان الجوران معاها ما كانش حصل لها حاجه؟ يا شيخ بلاش تخريف. ده انت اللي مش طايق تبعد عنها. عندك حق.
انا لو مطرحك اروح فيها اللومان. بس بقى ايه بتغير عليها؟ ده مكتوب هنا انها هتلف العالم، انت بقى هتلف وراها؟ انا مستعد الف الدنيا بحالها وراها، بس ايه؟ وهتعيش منين؟ هتشتغل ايه؟ هتشحت؟ انا مستعد اشتغل اي حاجة، اغسل اطباق، امسح بلاط. وابوك وسلوى انت حطيتهم في موقف وحش قوي. هم اللي حطوا نفسهم في الموقف الوحش ده. تقوم تسيبهم وتسافر؟ تسمح تطلع تتفضل تنام وتتخمد؟ خلاص انت حر. تعال هنا هات دول. اتفضل اشبع بيهم. نزع السلمة دي. طيب الله حيك الكوبري. ونزلنا ارض بيروت هنعمل عمايل. اسكت والله. خلف؟ ايوه خلف. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابني؟ مش عارف ايه اللي جابني. خلف طيب حطني يا راجل. خلف قدامي على المطار. الله ابوك هيتجنن يا استاذ. طب معلش بس الاول نروح نزور سرايا في المستشفى ونسافر على الطياره. لا مش ممكن. خلف قدامي على الطياره. ما دام جينا هنا نزور المستشفى ونمشي عشان خاطري. كلام رجاله. كلام رجاله. كلام رجاله. والله كلام رجاله. هبوظ معاكم. يلا يا بيبي يا بيبي شيل يا راجل شيل ودوني بقى. هنروح المستشفى نسلم عليها ونطلع على المطار على طول. طبعا هنقعد نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نسهر بقى. ده معقول يوم اجازتي وفي بيروت وليالي بيروت وما نسهرش؟ نسهر بايه؟ فين الفلوس؟ اطمن معايا عملات صعبه من كل صنف. تحويشه شهر بحاله. انا اعزمكم على حسابي. دي صعبه دي سهله. ايه رايك يا خلف هتفوت الليله الحلوه دي؟ بس نسافر بكره. نسافر بكره من بدري. من بدري يا سيدي. على اول طيارة. على اول طيارة. ايه ده انت بتتقيف كده ورايح على فين؟ ايه رايحين معاك. لا ما انتوش رايحين معايا. هتستنوا هنا كده. هنا خلف امسك عليه. قسما عظما قسما عظما لو ما روحنا معاك ما انت قاعد دقيقة واحدة بعد المستشفى على المطار درت. طب اتفضل البس. يسنو يلا بينا. ايه ما انت شايفه بيقول ايه؟ شش ايوه انت بتلجا منين اهو؟ انت جاي منين؟ هاي فتنه دي بقى يا شش يا كلمه يا شكرا لله اللي تحت انت اللي بابا شكرا لله. خنفس الناس هتقول عليك مجنون. ما تتكلمش انت خالص رجل على رجلك. طب اتفضل اطلع البس اعمل معروف. قدامي بقولك اتفضل. قدامي بقولك بلاش فضايح. قدامي اتفضل اطلع البس. خلاص انت اتفضل. بس ايه ده هوريك اللي انت عامله ده. يلا بقى يلا بقى مساء الخير. عادل الحمد لله على سلامتك. مش معقول خضتينا عليكي. ايه ده؟ اوعي كده. انت وصلت امتى؟ دلوقتي حالا. معاك وفد سياحي؟ وفد ايه؟ انا من يوم ما اشتغلت مرشد سياحي معاكي وانا رافض اكون مرشد سياحي لاي حد غيري.
انا جاي عشانك انت. جاي مخصوص علشاني؟ طبعا. اهلين. مش قريبك ده اسمه ايه؟ نسيت. سعيد. سعيد. سعيد جدا. فيري سعيد. اوعى كده. ايه ده؟ ايه يا ولد؟ اوعى. عيب كده يا ولد. خلف. خلف. ايه نسيتي خلف؟ انا اللي مشغل العالم ده كله. تعرفي اللي اخترع آلة التصوير ده ظلم. ليه؟ انت احلى من الصور بكتير. الحق الحق. ايه ده؟ اما والله العظيم غريبه. كمان قوم انت وهو. ايه ده؟ قوم. ايه ده؟ قوم يا اخي قوم. حرام خليهم شويه. قول لي خليهم شويه. خليهم شويه. ملبن. هتمشوا ولا امشي انا واسيبكم؟ ايه بتقول لي خليهم شويه. الله. وبعدين بقى انتوا قاعدين معانا كتير. انا شخصيا مش متقطع من هنا ولا بالفرقه 16. احنا اتفقنا للاديو بس انا هنا اللي كلمتي تمشي. انتوا ناسين انها تعبانه ولازم ترتاح. يلا. طب قدمني ليها. قدمني ليها. طيب سعيد ابن عم التاني قبطان مركب السودان مبسوط؟ ايه لا 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 على حتة مساعد ميكانيكي قد كده انما قدامي مستقبل ان شاء الله. طب نازلين فين؟ احنا نازلين في الفينيسيا. فينيسيا؟ لا مش الفينيسيا قصده يعني لوكاندا حد الفينيسيا. يا جدعان ما تقولوا لنا الحقيقه احنا نازلين في لوكاندا محندقه كده من غير فرش ولا سقف. يلا نسيب الترتاح كده. يلا يلا يا جدع حبيبتي متعلقه بيا. طيب طيب ان شاء الله. الله رايحه فين؟ تعبت من القعدة. سلامتك يا سرية. حسدوكي. انت لازم ما تسيبيش الجعران ده ابدا ابدا. تصور يا عادل من ساعة ما رجعتهولك وانا حاسة ان في حاجة وحشة هتحصل لي. الو. ايوه موجوده. تليفون علشانك من نيويورك. انا قلت لكم مش عايزه اي مكالمات. هيدا السيد عدنان. الو. اهلين. كويسه؟ لا ما تتعبش نفسك. انا خارجه بكره من المستشفى. ايوه بكره. كويسه. عادل. نعم. رايح فين؟ انا خلاص اطمنت عليكي. انا عايزه اعرفك باهلي. بكره انت وقرايبك معزومين عندي في الضيعه. انما انت قاعده لوحدك. فين اهلك؟ دي مش غرفتي. انا هربانه من غرفتي. انا تعبت من السلامات والمقابلات والتصوير. طبعا طبعا. لكن انت ازاي عرفت مكاني؟ قلبي في جهاز رادار هو اللي دايما بيقول لنا عليك. اه منكم يا مصروة. اسمع انت تروح البركة بتاعتك وهو يروح لعروسته. انا رجلي على رجله لغايه ما وصله مصر. تاني وتالت ورابع وخامس وسادس. انت ايه عايز تعمل لنا فضيحه في العيله؟ مش هتجوز سلوى يعني؟ مش هتجوز سلوى؟ نعم مش هتتجوز سلوى. وما هتتجوز ايه سوريا؟ انت عاوز تتجوز ايه؟ 120 مليون دولار هتتقدم لها ازاي وهي مخطوبه؟ ثم انت مين يا بني ادم؟ افهم ال 120 مليون دولار دول ممكن يشتروا ستات العالم كله، لكن مش ممكن ابدا يشتروا قلب اقل واحده فيهم. اسم الله عليك يا ابو سعده يا رايق. بس المهم ما تديش غريمك فرصه، ما تبعدش عنها لحظه. دي هتسافر اوروبا. وراها هتلف العالم. وراها ان شاء الله تاخدها كعابي وعلى وش الميه. انتوا بتخرفوا وتقولوا ايه؟ انتوا هتجيبوا فلوس منين؟ انتوا عيب تعيشهم. انت تخرس خالص يا ابو قلب حجر. قلبي ولا كلمه. انت تفهم في البعير، تفهم في الخيل. الفرصه دي حامل، الفرصه دي حماره. اسم الله عليك يا ابو سعد يا ريت. 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 يم 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 يم
يب يب يب. داري جمالك كل نصر رصاصة يا وردة في حضن النسيم رقصة رقصة. كل نظرة بريئة مية المية لا ولا كل كلمة حلوة حلوة تبقى تحية. خايف عليكي من سلامة النية خايف على قلبك من الحنية. ده اللي ظلمني وفرح الناس فيا ده اللي ظلمني وفرح الناس فيا. قلبي وسلامي نيته إخلاصا. داري جمالك دي عيون رصاصة داري جمالك دي رجال رصاصة ضحيت الصياد غزالة شلبة وحسبي 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 بكل شردة ووردة وحسبي 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 بكل شردة ووردة تحت الرماد النار يا حلوة أيدا والشوك في غصن الوردة يحمي الوردة يحمي الوردة والمية 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 المية يا ما تكذب الرقاصة. داري جمالك دي العيون بصاصة داري جمالك دي الرجال خلاصة داري جمالك كل نظرة رصاصة داري جمالك كل نظرة رصاصة يا وردة في حضن النسيم يا حاسة يا حاسة اهلا عدنان. اهلا يا حبيبتي. ما سبتيش لي خبر في الاوتيل انك هنا؟ انا فاكره انك جاي بكره. ما بقدرش ابعد عنك كتير. اركبي. طب انزل عندنا ضيوف. يا حبيبتي لازم ارجع الاوتيل.
منتظر مكالمة مهمة من نيويورك. ما هو لازم اغير هدومي. طب انزل سلم عليهم. معلش اعتذر لهم واعزميهم بكرة على البحر. حاضر. اهلا وسهلا عدنان بيه. شرف شرف. شكرا. انا اسفة يا عادل، مضطرة اسيبكم. عدنان رجع. انا مقدر ظروفك. البيت بيتكم، خليكم هنا وبكرة تتغدوا معنا على البحر. ما افتكرش حاضر. ليه يا عادل؟ لان والدي بعت خلف ورايا ولازم نسافر بكرة. لو قلتلك علشان خاطري ما تسافرش بكرة. خليك معانا، عدنان عزمكم. هحاول. ماما ماما. نعمين. وحياتك يا ماما تخلي بالك من عادل وقرايبه. من عينيا يا حبيبتي. كلام برضو يعزم الناس ويسيبهم ويسافر. هو مش قصدها، بيعمل معايا انا كده. ودي ايشة ايدي يا شيخة كده. ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي. من يوم ما اتخطبتي لعدنان تقدري تقولي لي اطول مدة قضيتيها معاه قد ايه؟ نص ساعة. وكانت النص ساعة بالنسبة له اجبارية. كان مرر على بيروت في طريقه لافريقيا، اتصل بيا، قابلته في المطار. اول ما عرفتك وقريت عنك حسدتك، اتمنيت اني اكون زيك، لكن بعد ما عاشرتك. تصوري انه خطبني بالتليفون. كان في نيويورك، عارف نتيجة انتخابي ملك الجمال الكون. اتصل بقرايبه هنا وطلب منهم انهم يخطبوني. وطبعا اهلك فرحوا قوي. ده مش اهلك بس، اي عيلة تفرح. هيلاقوا فين واحد يملك كل اللي بيملكه ده يتقدم لبنته. صدقيني يا نادية، انا مش حاسة ان انا مخطوبة او اني هتجوز. عاوزه تقولي حاسه انك مش سعيده، لكن انا حاسه. اهلا اهلا باهل بلد. صباح الجمال. تمام يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. احنا فين؟ في الجنه. كيفك؟ ازيك؟ الحمد لله. امال فين عدنان بيه؟ جاله تليفون من اسطنبول امبارح، اضطر يسافر. انا مش كفايه عشان ارحب بيكم؟ ده انت كفايه قوي قوي قوي. تعرف انه من ساعه ما وصل اسطنبول بقى طالبني 5 مرات. الله، وايه يعني؟ بيطمن عليكي، وليه ما خدكيش معاه؟ انا طبيعي رايحه اسطنبول ضمن رحلتي. انت مش هتنزل الميه؟ انا انزل المحيط بس اكون معاك. انت معايا اهو. بس مش دايما. ما تبقاش طماع. خلف في جنة. ايه؟ انتوا مش هتنزلوا المية؟ يا ريت. ايه، ما معناش مايوهات؟ لا يا اخويا، ما فيش اكتر من المايوهات عندنا في اللانش كده. يلا بينا. يلا. انت يا حلوة، انت قوية يا اخي. استنى يا اخي. قوم راجع لك. هتتهري. باي باي. يلا. خلف.
الحقوني. كتر خيرك. وانا فين نصيبي؟ اهو. سيب يا اخي هرب. لما انتوا بالخيبه دي ايه اللي نزلكوا الميه؟ قولي له. عادل عدنان. اهلا بيك. اهلا. خلف وسعيد. اهلا عادل. اسمحي لنا بقى نستأذن. هو ده معقول؟ مش هتاكلوا معانا؟ مستر ديفيد بيتكلم من بورصة نيويورك وبيقول لحضرتك في صعود بونتين. على إذنك حبيبتي. خليه يبيع ويطير على هونج كونج ويستنى تعليماتي. حاضر. الو باريس. اتفضل. الو، درس المشروع كويس؟ كل الاوراق جاهزه؟ طب ايه المطلوب مني؟ عاوز فلوس؟ ومسير رينيه المحامي بتاعي اللي بدفع له 10,000 جنيه في السنه بياخدهم علشان ايه؟ عنده توكيل مني يقدر يمدي عني؟ لازم انا شخصيا. طيب جاي على اول طياره. ريسبشن بليز. الو، احجزوا لي على اول طياره على باريس. Thank you.
أنا ظلمك معايا، لازم أسافر أمضي بنفس الأوراق وإلا هتضيع مني العملية. أنا خلاص اتعودت يا عدنان. أنا أول ما هرجع هاخدك معايا على أحلى مكان في العالم كله. تفتكر هتقدر؟ ما افتكرش. هتشوفي. نادية. أيوة. حضري لي الشنطة من فضلك. الشنطة جاهزة يا فندم من ساعة ما سمعت حضرتك بتكلم باريس. امال فين شنو؟ موجودين. موجودين. موجودين فين؟ ورا في العربية مع العفش. سبعادم سبعادم ها؟ تليفون عشانك من مصر. خلف اسبقني انت على المطار وانا هحصلك على طول. اجي معاك يمكن يكون والدك عاوز. يا سيدي خليك انت مع الشنط، انا هحصلك هتلاقيني هناك. مع السلامة. مع السلامة. برافو عليك. I'm gonna go to the top of the mountain.
مسافر بس منتظر واحد صاحبي لسه. وين شنطتك؟ ما معيش غير دي. ما في وقت. بس راح فين؟ راح فين؟ مؤاخذة مدام، في واحد صاحبي جاي محجوز. ايه ده؟ ايه ده؟ مكان محجوز، محجوز. شو محجوز؟ هيدي طيارة مانا سينما. يا سيدي في واحد صاحبي جاي، بقول لك محجوز، شوف لك مكان تاني. تاني وتالت. منك عارفني؟ نعم، ايه ده؟ يعني هتكون مين؟ هتكون مين يعني؟ باين عليك بتاع الأصول باين. تعرفني. بقول لك ايه؟ بقول لك محجوز. تمام. في ايه؟ في ايه حضرتك؟ اسكت ولاد. اقعد بقى. حق نظر. اقعد. بقول له محجوز. بيقول لي مش عارف ايه. بقول له محجوز. الطياره كلها كومبلي والعدد مظبوط. إيه ازاي الكلام ده يا مدموزيل؟ في واحد صاحبي جاي دلوقتي. الله سما. شو هالغبي؟ شو هالحمار؟ بقول لك ايه بقى؟ يا جماعه مش معقول شيء. اقعد بقى ساكت. اقعد ساكت. بقول لك انت غبي وحمار. اسكت ولاد. بقول لك احترم نفسك. الله يحفظك. احترم نفسك. بقول لك اقعد. داخل السودان. حول. اتفضل. اديني سياده القبطان. انا سعيد يا فندم. اسف يا فندم. سهروني امبارح سهره غصب عني في البلو اب. قمت متاخر يا فندم. دي مش اول مره. سبق انك تخلفت عن مواعيد السفر عده مرات. وطبقا للوائح الشركة أصبحت مرفوض. متشكر يا فندم. شو رفضوك؟ بسيطة ولا يهمك. عالحجز. وقفهم. منك عارفني؟ أنا بضاي ضيع. سكر تمك. خير. ادخل يا وش المصائب. ادخل. خش. منك. عطلتني. اسكت. ورايا شغل. اسكت يا اخي. الله يقوسك. انا بقوسك. هتقوسني؟ قلت لك محجوز. قلت لك محجوز. جبت لي على الحال. الله بيصرف عمرك. حط امك ما انا سايبك. الله بيصرف عمرك. يا ابني يا ميت. ايه الحاجة؟ انا بضايق ضايق. ايه احمد؟ ايه احمد؟ ايه احمد؟ الو مين؟ عادل. لحظه. الو عادل انت تحت؟ طب انا نازله لك حالا. مين؟ مرشده سياحيه. تسمح لي اكون المرشده بتاعتك في لبنان؟ خايف الناس تحسدني بعدين. طب تعال. انا هستنى هنا لحسن يمكن عدنان بيه يتصل بيك. ضروري هيتصل. قولي له راحت تشم شويه هوا. Thank you.
مين سعيد؟ انت لسه مسافرتش؟ ايه؟ اترفدت؟ مبروك. عادل كمان لسه مسافرش. موجود هنا في بيروت. طيب اما يتصل بيا هقوله. انت فين؟ سعيد. ايه الحكاية؟ انت صحيح اترفدت؟ البركة فيكم. ايه اللي حصل؟ فاتتني المركب. يظهر ان دي مش اول مرة تفوتك المركب. وهتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هدور على شغل. وانت هتعمل ايه؟ هتفضل كده ورا سرية وسايب شغلك ومستقبلك؟ انا اشتغلت فعلا. ايه؟ اشتغلت؟ بتتكلم جد؟ واشتغلت شغلانة كويسة؟ كويسة جدا. طب ما تاخدني معاك في ايدك. شغلانة كويسة ها؟ كويسة. مالها؟ مرحبا. فين عادل؟ عادل ما نزل معك. معي؟ ما تعرفش راح فين؟ بعت يتسافر على اسطنبول. يبقى راح معاها. شو؟ مالكش دعوة انت. مارجريت مش معقول. اهلا 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 وحشاني. انت وحشاني. اهلا اهلا. ايش يا جدي كلها؟ عدنان بيه وصل وموجود في حمام السباحة. طيب انا جاي الهيلتون اخد حاجات لسوريا وراجع الجزيره تاني. اما صدفه غريبه؟ لا صدفه غريبه ولا حاجه، احنا اللي حظنا حلو. طب وانت عرفتوا منين ان احنا هنا؟ من الجرايد طبعا. طب وايه اللي جابكم اسطنبول؟ الحب. لا 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 اتكلم بجد. اتكلم بجد؟ بنشتغل. اسعى يا عبدو وانا اسعى معاك. انا ابتديت مساعد مرمطون، دلوقتي وصلت لدرجه مساعد جرسون. طب عادل بيشتغل معايا طبعا. بس هو ارقى مندي شويه. جرسون. طب عنوانكم ايه هنا بقى؟ يعني هتسألوا علينا؟ طبعا. دي سوريا هتفرح قوي لما تعرف ان عادل هنا. سوريا بس. <تصفيق
Miss Raya, please. In the swimming pool. Thank you. Yeah. قبل يطمنهم فيه علينا عشان يعرفوا عنواننا. طب ما يعرفوا عنواننا واحنا ايه هربانين من حكم اعدام؟ انا شخصيا عندي الشعور ده، انا هربان من حكم اعدام. يا ساتر، حرام عليك يا شيخ. سلوى مش بالوحاشه دي؟ سلوى؟ اه سلوى دي من اخف واحلى دم بنات بلدنا. اه بس انا بحس انها زي اختي. يعني نسيبهم كده؟ مش على الاقل نطمنهم فيه علينا؟ زمان خلف قال لهم على كل حاجه. اسمع، انا برايي تبقى جاب لوالدك تقول له فيه على اخبارك وانك لقيت شغله كويسه ومحترمه في اسطنبول. شغله محترمه؟ اقول له اشتغلنا جرسونات؟ ماله جرسون؟ ماله جرسون؟ هو دي شغلانه حد طايلها؟ هو شخصيا ما عندوش اي شغله محترمه غير المرشد السياحي وبس. Good morning, sir. Good morning. Miss Universal is here. She went to Buke Ada. What it is? It's an island. Buke Ada, Buke Ada, Buke Ada. I want to see it here, please. Here. علي النعمة انت راجل مجدح. What? No. Thank you. Thank you.
يا اخي انا هتجنن. اللي انا مش فاهمه خلف ده قدر يوصل هنا ازاي؟ ده مش بني ادم، ده ابن جنية. بتشم ابن عمك؟ وعملت بتاع جرايد وعملت بتاع دندور. كفايه بس يبقى عملت حاجه كويسه قوي في حياتك. ممكن تقول لي عادل ابن عمك فين؟ وانتوا مش ناويين ترجعوا بلدكم؟ لا بين طبعا. هو انت ربنا خلقك لعكننت الناس؟ ما انت شايف انت فين؟ ما انت شايف الجمال اللي حواليك؟ لا انا شايف ابو عادل ماسك لي مسدس وعايز يذبحني. يا راجل عيش اتمتع، ده يوم مش هيتعوض. تعال هفرجك على حاجات عمر ابوك ما شافها. هاتوا هاتوا يلا هاتوا يلا من غير التأدب. يلا هاتوا هاتوا من غير التأدب. بس يلا قدامي واحد هوب 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 هوب. اتفضل يا سيدي. تحب تنام هنا ولا تنام مع سعيد؟ نعم سعيد، انا رجلي على رجلك. امال ايه ده؟ سرير واحد؟
وانا هنام فين؟ على السرير ده. وانت تنام في حته تانيه مش كده؟ لا، رجل على رجلك يا سيدي. انا هنام على الارض. ارض؟ ودي تيجي؟ ده واحد زيك على مستوى ملكات جمال العالم ينام على الارض؟ انا حر. حر حر. عدني. يا حبيبتي انا مش عارف اقولك ايه. هتقول انك مضطر تسافر وتسيبني. يا سلام، ذكائك ده هيجنني. لكن المره دي انا بوعدك، انا راجع بيروت. بيروت؟ لما تخلص كل اعمالك تعالى. حد يسيب اجمل جزيره واهدى مكان في الدنيا ويرجع للضجيج؟ مسافره يعني مسافر. ثريا، انت عارفه كويس اعمالي ومسؤولياتي. فعلا أنا عارفة كويس أعمالك. من ضمن أعمالك الجري ورا ملكات الجمال. أنا فعلا جريت. جريت ورا ملكة واحدة بس. أرجوك أرجوك مش عايزة أسمع الاسم ده تاني. حاضر حاضر. ملكة جمال، ملكة جمال، ملكة جمال. يا ريت أرجع لحياتي البسيطة تاني. يا ريت الناس يسيبوني في حالي. مدام. Please. Monsieur. سعيد. ألن. ازيك يا سعيد؟ الحمد لله. فين عادل؟ عادل اهو اهو اهو. عادل. ثريا مش معقول. ازيك يا ثريا؟ ما بتتصلش بيا ليه؟ ما انا عارف انك مشغولة. طب تعالى سلم على عدنان. عدنان، تصور ان عادل بيشتغل هنا. اهلا، هتعشينا ايه الليله دي؟ تحت امرك يا فندم. تحب تتعشى ايه حضرتك؟ وانت تحب تتعشي ايه؟ انت مش شايفه انه كتير على واحده في مركزك وقاعده جنبي تقومي تسلمي على جرسون؟ ده صديق. باين عليه صديق عزيز. ده اكرمني في مصر. اهلا وسهلا. ازيك يا خلف؟ اهلا. ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك زي البومب. بس هفرقع. وايه حكايه خلف ده كمان؟ اهلا 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 اهلا. اهلا سعيد. اهلا بيك منوره المحل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اهلا وسهلا. اهلا. النور ده كله. اهلا. الحكايه زادت. متر جارسون. افندم انا طلبت منك ميديوم. ده محروق. متاسف.
جهلة. أرجو يا فندم يكون أنا قلت لك عاوزه ميديوم، يعني وسط. ده أنا إيه؟ شيله. تعال هنا يا فندم، هات لي شوربة. حاضر. إيه الحكاية؟ يا ستي جايبين شوية ناس بيشغلوهم في الأوتيل جهلة. عملته ده؟ طردتهم المحل، يستاهلوا. هيعملوا ايه دلوقتي؟ هيشتغلوا فين؟ دي مش مشكلتي، يرجعوا بلدهم تاني. تعالي يا حبيبتي تعالي. أنا آسفة يا عادل على اللي حصل امبارح. طب وأنت ذنبك إيه؟ على كل حال تصرفه في الرستوران ما كانش مفاجأة ليا. تصور، سبب زعله إن أنا أكون وياه وأتكلم مع جرسون. عنده حق، مين عارف يمكن يجي يوم ويرفدك أنت كمان. تحب أخليه يشوف لك شغلة؟ لا متشكر. عشان يصلح غلطته؟ دي غلطة بسيطة، المهم يصلح غلطته الكبيرة. وهتفضل كده من غير شغل؟ ما تخافيش، ربنا موجود. أنا كنت كتبت جواب لواحد صاحبي عايش في باريس وبعت لي عقد عمل. عمل فين؟ في باريس نفسها؟ آه، في أكبر أوتيل في باريس. يبقى هنشوف بعض، تعال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويحفظك، لله ما أحلى ملفظك. أنا مش شايفه يعني. مين؟ مين؟ فين؟ فين عادل؟ عادل مين؟ عادل مين؟ الله، هو حضرتك والد عادل؟ هلو أنكل، هاو دو يو دو؟ وحش موت. موت لما يلهفك، أنا قلت لك ما ترجعش من غيره. هو جاي، هو حيجي. غور من وشي. بس يا عمي عايز أقول لك أنا هتبعك. بس أفهمك. اخرس. هو لسه عنده ده، اخرس. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ يا ربي. هنتغدى في قصر بالذات، وبالليل معزومين في ماكسيم.
سنسيولتي. انشانتي مدام. مصدق عيني عشان اصالحك. انا عمري ما ازعل منك. وهو فين؟ موجود. عاوزه؟ بيني وبينك لما قال لي تسافري باريس انا فرحت. يبقى عندنا فرصه. انا هفرجك على باريس الحقيقيه، وطبعا هو هيوريكي باريس الفخمه والاماكن اللي زي مش ممكن يروحها. تعالي. ايه هتخرج كده؟ صحيح، استنيني دقيقه واحده هغير واجيلك حالا.
حرام على قلبك حرام تتعلمي فيها الغرام ما تفرقي بين الغرام واللي انت لسه بتخدعي قصر الكلام وكتر لوم مهما اشتريت الحب يوم قلبي محدش يشتري قصري كلام من غير كلام اللي انت عايزاه اعمليه معايا انا فكه كتير معايا افتح لي طلع الشنط يا سيد تعال خد الشنط الله مين خلف عجيبه ايه اللي عمل فيك كده مالك يا خلف مين شبهه بالظبط الله الله يا اما ابوك ينعل ابوك عمي بس لحقوني يا مجنون يا مجنون افرق يا مجنون عمي يا ولد عدنان عدنان ان مينيت سيل فو بلي ايوه ايوه يا حبيبتي ممكن اطلب منك طلب اؤمري طلقني ايه ممكن ناجل الموضوع ده بعدين انا مشغول دلوقتي انا شايفه انك مشغول على طول سرايا انا وانا مصممه على الطلاق طيب ممكن نأجل الكلام ده بعدين لما نوصل الاوتيل ارجوك يا سرايا بلاش فضايح هنا ده بيأثر على سمعتي التجاريه تعالي يا سرايا ارجوك ارجوك تعالي لا خليك انت لشغلك Thank you.
اهلا 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 عادل. ده شرف كبير ان ملكة جمال الكون تشرفني في بيتي. انا سوريا ضيفة من لبنان، من ضيعة صغيرة في دهور الشوير، مش ملكة جمال الكون. عاوزة مرشد سياحي يكون معايا. اهلا بيكي في بيتك ووطنك. نبتدي بالهرم.